بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيهات على النعت. الاسم في العربية أربعة أقسام: ما لا يصف ولا يوصف، الضمائر وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وكم الخبرية لا تصف ولا توصف. النوع الثاني: ما يصف ويوصف، اسم الإشارة يقابله، اسم الإشارة يصف ويوصف. تقول: مرضت بهذا الرجل، هذا وصفت بالرجل على أحد العارف. وتقول: مرضت بالرجل هذا، هذا وصفت. ففي المثالين اسم الإشارة وصف ووصف. مرضت بهذا الرجل، هذا منعوت، هذا منعوت. اسم الإشارة وصف نعت. وتقول: مرضت بالرجل هذا، اسم الإشارة نعت وصف. واضح؟ سبق مر بك صابك. والعتب مشتق كصاب وذرب وشبه كذا وذي والمنتسب. قلنا شبه المشتق هو اسم الإشارة والاسم الموصول والمنسوب نسب. النوع الثالث يوصف ولا يصف، العلم. تقول: جاء زيد العاقل، العزيز وصف لكن لا وصف لكن لا يصف. ونوع الرابع والأخير سبحان الله يصف ولا يوصف، وهو أي الوصفية. تقول: مرضت بغلام، أي غلام، انتهت. إذا كان الخبر ليس خبر، إذا كان في الكلام نعت مفرد وشبه جملة، والجملة ترتب على ترتيب، تبدأ بالمفرد ثم بشبه الجملة ثم بالجملة. ومنها قول الله عز وجل: وجاء وقال رجل، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. مؤمن مفرد، من آل فرعون شبه جملة، يكتم إيمانه الجملة. واضح؟ وجاء على غير الكثير، قال الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. بدأ بالجملة ثم بالمفرد. واضح؟ يكفي هذا. الله أعلم. قال رحمه الله: بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طابقا مؤكدا، واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا تكن متبعا، وكل نذكر بالشمول وكلا، كلتا جميعا بالضمير موصلا، واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة، وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعا، ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع، وإن في التوكيد منكر قبل، وعن نحاة البصرة المنع شمل، وغنبي كلتا في مثنى وكلا، عن وزن فعل أو وزن أفعل، وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل، عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزم، وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درجي درجي، ولا تعيد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كنعم وكبلا، ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. قال رحمه الله: التوكيد يقال التوكيد والتأكيد، والأكثر بالواو. قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال: بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضمير طابقا مؤكدا. النفس والعين يؤكد بما الاسم، كقولك جاء زيد نفسه، والها في نفسه تطابق زيد، وجاءت هند نفسها. فإن اجتمعت قدمت النفس على العين، تقول: جاء زيد نفسه عينه، جاءت الهندان أنفسهما، جاء الزيدان أنفسهما، جاء الزيدون أنفسهم، جاءت الهندات أنفسهن. إذا كان التوكيد بالنفس أو بالعين لغير مفرد جمعته على وزن يفعل، ولا تذنه. يقول النحاة: الاسم الدال على مثنى إذا أضيف إلى متضمنه فالأفصح والأكثر جمعه. إن تتوبا إلى الله فقد صارت قلوبكما وما قلبان. عائشة وحفصة رضي الله عنهما لم يقل قلباكما، أضيف الاسم الدال على اثنين إلى متضمنه. الأكثر في العربية جمعه، متضمنه الذي يعود إليه قلوبكما، كما المخاطب عائشة وحفصة.
إذا أويتما إلى مضاجعكما لعلي مضجع ولعائشة ولفاطمة مضجع. قال إذا أويتما إلى مضاجعكما، لم يقل إلى مضجعيكما. يليه الإفراد. قال حمامة بطن الواديين ترنمي، حمامة بطن، لم يقل بطني الوادي، قال بطن الوادي. وأضعفها أن يثنى كقوله ومهمهين قذفين مرتين وهراهما مثل ظهور الترسين. قال وهراهما ثناه قليلا. قال واجمعهما بأفعولين تبعا ما ليس واحدا، وهو المثنى والجمع تكون متبعة. قال رحمه الله وكل نذكر ما له أجزاء، ما له أجزاء، ما له أجزاء يؤكد بكل، كل نذكر في الشمول. تقول جاء الطلاب كلهم، كلهم، كلهم أتيت بها حتى لا يظن أنك، أنك أردت البعض بلفظ الكل. قد تقول جاء الطلاب وأنت تعني بعضهم، ولذلك تستطيع أن تقول جاء الطلاب نصفهم أو ثلثهم، فإن قلت كلهم انتفى هذا الاحتمال. واضح؟ تقول جاء الطلاب كلهم، جاءت القبيلة كلها، جاء الجيش كله، ما له أجزاء يؤكد بكل، ولا يقول جاء زيد كله. كل يؤكد بها ما يتجزأ بنفسه أو بعامله، نحو بعتك العبد كله، العبد لا يتجزأ ولكن عامله وهو البيع يتجزأ. قد أبيعك نصفه وربعه، يكون بيني وبينك، تستخدمه ستة أشهر ويستخدمه ستة أشهر. أنا قوله واجمعهما وكل لكم في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا، كلا وكلتا المثنى بشرط صلاحية المفرد موضع المؤكد. تقول لا تقول، لا تقول اشترك زيد وعمر كلاهما، لا يقال، لأن المفرد لا يحل محلهما. لا تقول اشترك زيد ثم تسكن، بخلاف جاء زيد وعمر، ممكن تقول جاء زيد وحده، فإن قلت زيد وعمر وأكدتهما بكلا فصيحة. واضح؟ وكل لكم الشمول وكلا كلتا، كذلك تقول جاءت الهندان كلتاهما ورأيت الهندين كلتاهما جميعا كذلك، وجميع جميع تابعة لكل. تقول جاء الطلاب كلهم أجمعون، رأيت الطلاب كلهم أجمعين، مررت بالطلاب كلهم أجمعين، أجمعين، أجمعون، أجمع مؤكد تابع، ولذلك استغنى فيه عن ضمير المؤكد، لأن ضمير المؤكد أخذته كل وهو تابع لكل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون على قوله وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصل أقرأ جميعا، جميعا كما قلت وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصل. واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عمة، فاعلة من عمة كيف تنطقها؟ عامة، وفاعلة من طلبة. بارك الله فيك. واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عمة في التوكيد مثل النافلة، كأنها لفظ زائد على ألفاظ التوكيد، لأن بعض النحاة نذكرها. قال كأنها من قبيل النافلة، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالح. واضح؟ في التوكيد. فتقول جاء الجيش عامته والقبيلة عامتها. واضح؟ واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عمة في التوكيد. قال بعد كل نكدوا بأجمع، بعد كل نكدوا بأجمع، قال يقول جاء الجيش كله أجمع، ورأيت القبيلة كلها جمعاء، وجاءت الهندات كلهن جمع أو جمعوات. وبعد كل نكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعاء، ودون كل قد يجيء أجمعوا جمعاء أجمعون ثم جمعوا. قال وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لم يقل كلهم، جاءت أجمعين دون أن تسبقها كل، أكد بها مستقلة. ولذلك قال قد يجيء أجمعوا جمعوا، يتبع لها ثلاثة الفاظ وهي أكتعوا وأبصعوا وأبتع. تقول جاءت القبيلة كلها جمعوا كتعوا بصعوا بتعوا، جاء الطلاب كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون. معانيها، بارك الله فيك، كلها تدل على الاجتماع. أكتع مأخوذ من تكتع الجلد إذا انقبض كأنه اجتمع. أبصع مأخوذ من تبصع العرق وهو لا يسيل
إلى سالة تبصر عرق سالة وهو لا يسير إلا إلى ابتبع وبتع أبتع تدل على أبتع مأخوذة من اجتماع الأعضاء اجتماع الأعضاء وقوتها. وهي البادية يسمون أبنائهم باتع وقد لا يعرفون يعرفه بعضهم ولا قد لا يعرفون سببها. أبتع من اجتماع المفاصل وقوتها فهي بها سكر. تقول جاء الطلاب كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون جاءت القبيلة كلها جمعاء كتعاء بصعاء بتعاء بعد كل. وهذا ترتيبها. شد مأجوها وحدها قال يا ليتني كنت صبيا مضعا تحملني الذرفاء حول الأكتعاء. جاءت أكتع لم تسبقها لا كل ولا أجمع. الأصل أن النكرة لا تؤكد لأن التوكيد يكون فيه ضمير يعود على المؤكد وإذا وضعت فيه ضميرا صار أعرف مما قبله والتوكيد تابع والتابع لا يكون أعرف من المتبوع أبدا. واضح هذا؟ إذا قلت جاء رجل نفسه أعرف من رجل نفسه أعرف من رجل لأن المضاف إلى الضمير أعرف من النكرة والنكرة كل شيء أعرف منها. واضح هذا؟ صار التابع أعرف من المتبوع. هذه طريقة. الطريقة الأخرى أن النكرة لا تهتم بها تقول جاء حاج نفسه أنت لا تعرفه المؤكد بذاته لا تعرفه كيف تسأل عن توكيده وعن لا تسأل عنه. وقال الكوفيون إذا أفادت جاز وذلك إذا كانت النكرة محدودة نحو جلست في مكة شهرا كله الشهر نكرة لكنه محدود. ربي قال لكنه شاقه أن قيل لا رجب يا ليت عدة حول كله رجب. أكد حول بكله. هذا رأي الكوفية. هذا قوله وإن يفي التوكيد منكر قبل وعن نحاة بصرة المنع شمل. هذا حول أكتع مثلا حول أكتع يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذرفاء حول أكتع. لكن الشذوذ في هذه أن أكتع لم تسبقها لا أجمع ولا كل.